نحن الآن في لجنة التحقيق تكونت من الولاية، ونحن معانا مرسل النائب الآن بيشرف عليها. نحن لازم نتخذ إجراءات صارمة بالنسبة للحدث، ما حنمرره زي ما يقولوا مرور الكرام. الحدث ده فيه أموال نهبت، فيه حرائق تمت، فيه تجاوزات كثيرة جدا. نحن موضوع المسببات شنو أو السبب شنو ده نخليه للتحقيق، ولكن نحن الموضوع ده ما حنمرره. يعني لازم الناس تحاول ترجع المنهوبات، الناس تطارد المجرمين. يعني ما ممكن انت يعني تمرر حدث يعني مثل الحدث اللي حصل وبكره يتكرر. احنا الحكايه دي يعني الان اتفقنا انه لازم احنا نصل لنهايتها، ده واحد. اثنين، برضو من اولوياتنا اعاده النازحين، وبرضو الحاجه السمينال الكويسه ونحن يعني عجبتنا كثير انهم عاوزين يرجعوا مناطقهم. من ما لازم انتم اجنده بتاعت